أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ بِلَا مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرُ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.
فأصبح من النادمين. صدق الله.